شخصية، أنا إنسانة تحركني قناعاتي، ما عندي ولاء لأشخاص، عندي ولاء للدولة وللنظام وللدستور. هذاك اليوم تكلمت وقلت هل أنا أسمع مرشحة أم أسمع ناطقة باسم الحكومة؟ العوضي إيمان راسخ بمبادئ الدستور ودفاع عن مواده، والبراك خصم الأمس أسيل فعلت بمواقفها ما أخفق فيه بعض من رجال المجلس. نشرة التاسعة من الرأي، أهلا بكم. استطاعت النائب أسيل العوضي أن تكون بأفعالها محطة متابعة شعبية كبيرة، لا سيما في المحطات السياسية الأخيرة كالتصويت على استجوابات على رأسها الاستجواب الذي قدم لرئيس الوزراء مؤخرا، حيث صوتت العوضي طارحة الثقة به. العوضي هي ذاتها تلك المرشحة التي اتهمها النائب مسلم البراك بأنها يوم الترشح للانتخابات كانت إحدى المرشحات الناطقات باسم الحكومة وأنها محامي الدفاع عنها. اليوم تغيرت نظرة البراك لمرشحة الأمس، فنائبة اليوم زميلة لها كل التقدير، أثبتت أن مبادئها واحدة وأن ضميرها لن يتزعزع دفاعا عن اسم معين أو شخص، وإنما دفاعا عن الدستور وقوانين الدولة. بين البراك والعوضي حكاية منذ سنوات، تلخصها رباب بداح في التقرير التالي. أسيل العوضي نائب في مجلس الأمة استطاعت مؤخرا أن تشكل مادة دسمة لأحاديث الدواوين، لا سيما بعد المواقف التي سجلتها أخيرا وكانت محل متابعة وانتباه. أسيل العوضي التي وقفت مؤخرا بوجه الحكومة طارحة الثقة برئيسها نالت ما نالت من رضا أطياف المجتمع الكويتي وانتقدت من البعض الآخر. العوضي تبرر في تصريح لها للرأي مواقفها المتخذة وتضع تفسيرات منطقية لها. أنا كنت وما زلت من قبل لا أدخل المجلس، قبل لا أخذ حتى تجربة سياسية، أنا إنسانة تحركني قناعاتي، ما عندي ولاء لأشخاص، عندي ولاء للدولة وللنظام وللدستور، لكن ما عندي ولاء لأشخاص. أنا بالنهاية تصويتي ومواقفي كلها ما هي جديدة علي، مبادئي كلها عرضتها أيام الحملة الانتخابية. أنا عندي واحدة من أهم أولوياتي هو الدفاع عن الحريات، فلما يجي موضوع حريات راح أوقف مع موضوع الحريات لأني إنسانة مبدئية. يبقى هذا الموضوع حدث لأبناء القبائل أكيد بصف وياهم، بالنهاية ماني عنصرية، مواقفي ما أخذها على أساس منه هو شنو هي هوية الإنسان المتضرر. ولذلك يعني في كثير من الناس انتقدوني لاصطفافي مع أبناء القبائل واصطفافي مع الإسلاميين مثلا. لم تدخل العوضي البرلمان بترحيب من زملائها أجمعين، فالكل يتذكر الموقف الذي جمعها بالنائب مسلم البراك خصم تلك اللحظات حين انتقدت العوضي نواب الصوت العالي في مداخلة لها في ندوة أقيمت قبيل الانتخابات بأيام. حينها سجل أول إشكال لمرشحة ومرشح قال عنها إنها تنطق باسم الحكومة. يعني هي مشكلة، اسمح لي نائب السابق مسلم براك، أنا ما قاطعتك على فكرة لما تكلمت، اسمح لي أكمل كلامي. أنا أعتقد أدبيات الحوار مطلوبة. طبعا هذا كان بالنسبة لي أول مواجهة مع نائب في مجلس الأمة، يعني كنت مرشحة في 2008 وحديثة على الساحة السياسية، وبالفعل أنا كنت أنتقد وما زلت أنتقد لغة الحوار وتعالي الأصوات، وبالنهاية هو كل نائب وعنده يعني أسلوبه في عرض أفكاره، لكن كنت أعتقد وما زلت أعتقد من حقي أن أنا أنتقد أسلوب اللي أعتقد أنه هو يساهم في تأزيم العلاقة بدل لا يعني يحل الأمور أو يحل الخلافات. يومها أنا أذكر يعني ما كنت أقصد النائب مسلم براك، أنا كنت أتكلم عن ظاهرة عامة، ويعني قاطعني النائب مسلم البراك وقتها. ويمكن أنا في هذاك اليوم تكلمت وقلت هل أنا أسمع مرشحة أم أسمع ناطقة باسم الحكومة؟
وبالتالي جاء اليوم اللي النائبة أسيل وقفت ضد الحكومة وصوتت ضد وزير الداخلية وضد رئيس الحكومة وطرحت الثقة فيه. لذلك لازلنا نقول أن الصراخ بقدر الألم. الآن وبعد تجربة جمعتهما تحت سقف واحد في قبة البرلمان، تبدلت انطباعات البراك عن زميلة له في الصف. أنا أعتقد أنها يعني على الأقل بداية المرحلة اللي وصلت فيها استفادت من كل يعني ما حصل، والدليل على ذلك هو الموقف اللي اتخذته في بالنسبة لوزير الداخلية وبالنسبة لرئيس الوزراء، وتيقنت بأن هذه الحكومة لا تعمل، وأي محاولة لدعم هذه الحكومة نتائجها وخيمة على أبناء الشعب الكويتي. وبالتالي يعني لما تكون هناك مقارنة أيضا مع نائبات مع احترام وتقدير لهم راح يكون وضعها أفضل. ويبقى في الختام أن نقول أن العبرة لا تستخلص من خلال الأقوال، إنما بقراءة جيدة للمواقف وانتظار ردود الأفعال. رباب بداح، الرأي.